اهلا بحضراتكم مره تانية. دلوقتي خلينا نروح معاكم في جوله لمتوسط اسعار صرف العملات الرسميه وايضا اسعار الذهب، لكن هنبدا باسعار العملات. هنبدا بالدولار الامريكي، وصل سعر البيع ل 18.96 قرش، اما سعر الشراء 18.88 قرش. اليورو سعر البيع 19.41 قرش والشراء 19.33 قرش. أما بالنسبة للجنيه الاسترليني فسعر البيع 22.89 قرش وسعر الشراء 22.79 قرش. فرنك سويسري وصل سعر البيع ل 19.58 قرش، أما سعر الشراء ف 19.58 قرش. هنروح لليوان الصيني، سعر البيع 2.81 قرش، أما سعر الشراء 2.79 قرش. ريال سعودي سعر البيع 5.04 قروش وسعر الشراء 5 جنيه وقرشين. دينار كويتي وصل سعر البيع ل 61.80 قرش، أما سعر الشراء ف 61.46 قرش. درهم إماراتي سعر البيع 5.16 قرش للبيع زي ما قلت لحضراتكم، والشراء 5.14 قرش. لسه مكملين مع حضراتكم، هنروح لأسعار الذهب. أسعار الذهب عيار 18 وصل سعر السوق ل 842 جنيه، وعيار 21 سعر السوق 983 جنيه، أما عيار 24 فسجل 1126 جنيه، وسعر جنيه الذهب سعر السوق 7869 جنيه. خلينا نستعرض كمان مع حضراتكم في جولة سريعة أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في كمان شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. كمان لسه في نسبة رطوبة بالنهار، دي هتزود طبعا الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بحوالي درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في إدفو 43 درجة، أقل درجة حرارة في مطروح 32 درجة. وأكيد هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.